في إطار استراتيجية وزارة الداخلية رامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج عن القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 25 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5396 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 21 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,707,798 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,014 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت قرابة 6,404 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 14.5 طن، وضبط 18 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات قاربت على 125 طن، وكذلك ضبط 6,426 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 316 طن دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط 42 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت حوالي 207 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 36.5 طن دقيق أبيض، وتم ضبط 3,216 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 208.5 طن سلع غذائية متنوعة وحوالي 134.5 طن دقيق أبيض، كما تم ضبط 104 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت 122.5 طن دقيق وحوالي 99 طن سلع مدعومة متنوعة، كما تم ضبط 4 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 22 طن أسمنت و5 طن حديد، كما تم ضبط 487 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات قاربت 4,249 طن، كما تم ضبط 292 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 94,026 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 601,599 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 328,980 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,149 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 149 سائقا منهم، كما تم المرور على 142 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 772 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 629 مركبة وتبين عدم مطابقة 32 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 300 سيارة و58 دراجة نارية متروكة ومتهلكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 4,323 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 751 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 908 مخالفة الأجهزة الضوئية
وضبط 2046 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2457 مخالفة ملصقات، و12 محلاً مخالفاً لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2662 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 80,514 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 79,110,948 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 293 قضية، من بينها 143 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات، و150 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 38 قضية بقيمة مالية بلغت 129,182,490 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 3600 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,947,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 33,670,538 جنيها.